تعبان احمد تمام احضار من سوهاج مركز دوم الشاف عمره 43 سنة طالع ركن قدر التاء 7-10 بيجي من شاه طريقة ثالثة عادي مسافر القاهرة احنا ماشيين يعني عادي شوية هدي شوية باطي ماشيين كويسين يعني جينا وصلنا من السيف قبل من السيف يعني تريش السريع القطر او تحويله غلط المهم طلع بينا من اول انا راكب العربية اللي ورد السوق على طول اول عربية القاب السبنس انا ورا السبنس على طول طلع بينا في اليوم طيب طلع على على بيت كده على عشة على طلع من الرصيف يعني ودع كله في وشه اتكفت العربية على بعضيها الناس جت شمال يمين الكهرباء قطعت الجزر تكسر الناس برقت على بعضيها الحمد لله جت لي غيبوبة في الاول كنت نزلت اخر واحد من العربية طلعت حتى خلقت كلهم تراب وطين نزلت اخر واحد نزلت فوق نزلت اخر واحد طلعت في الاسعاف صرحت رفعوا لي اسعاف هنا الحمد لله يعني عملوا اسعاف اوليه كويسه يعني بس انا صراحه مشكلتي مش في الاسعاف مشكلتي الاسنان اللي راح انا عندي اسنان كلهم بس انا مش شاكر انه هذا يطلع على موضوع اول ساعتين ونص ما حسيتش لحظة ما خرج من على الخط بتاعه ودخل خط التخزين ما حسيتوش بأي حاجة زي كده حسنا ايه حسنا ما مشى فترة اتعدل شوية لا ثلاث عربيات قدامي بس ثلاث عربيات خالص يبقى اللي في الاخر ده ما حصلهمش حاجة كنت راكب في عربية ثانية عربية ثالثة ضايف العربية الأولى طلع بينا وتعدل شوية ومشى شوية مشى يجي 100 متر يعني أحسن أن يلم نفسه فجأة راح دخل في البيت بس هو يعني تحس ان هدف ومشى ولما نفسه قاعد نقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يعني وحسنا اني ماسك الطريق الثاني هدينا احنا دبق ثواني ورحنا طبق طبقه الكبيره دي شغال لا تشتغل في القاهره ولا لا انا ايش انا كنت جاي يعني زي ما تقول انا ايه كنت مسافر وجيت من السفر في موضوع داعش من ليبيا ففكرت ان انا يعني اشتغل فكنت اقرب حاجه شغال فيها هي الملابس ففكرت وقالوا لي يعني كنت انا رحت القنبره ورحت موسكي اجيب شويه بضاعة شباشة وبتاع اصلح بيهم الف بيهم وتجول زي ما كنت اعمل فيه كنت اعمل في البلد يعني هربان من موت جيت الموت والله احيانا يعني انت الحياه تمكن الموت يعني انت ما فيش وانت هتموت كده انت مش هتموت لوحدك انت تموت معك اسره معك اربع عيال يعني انا ما عنديش مصدر رزق ابو الجيم لان النهارده كم ساعه يعني سنه ونص وما زال لسه العمليه مفتوحه نحن بنمشوا هالرابع عندنا في البلد 16000 جنيه تهريب على ليبيا شو انا اصبتي كده ما رغبته يعني حاليا فعلا لو استكش ما ليش فيها حي ظهر يعني كنوع من الخبطة انا حاسس لان مجرب احط كذا مرة انا يعتبر انا مشكلتي حقيقية اسناني اللي راحوا انا بلاش اسناني عوش يعني انا الهدف الاول في حياتي بالنسبة لي ان انا اقدر حتى اخسرش اسناني يعني انت لان انا طلعت من هنا ما عليش اسناني انا مش عنديش مقدر عليهم في شيء خدمة يعني انا بص ادوني برشان قالوا خد بعلاجك وهم مرضى لان انا اتكلمت مع الصحفيين والاعلاميين ها ادوني برشان دول بالله عليك انا اخدهم واشربهم عليها ما جابل لكش ميه ولا اي حاجه جابل ميه يعني شوف ما عنديش دقنه في حاجه من الساعه 2 بالليل احنا متعورين انا الموت ما عنديش مشكله فيه يا ريت كنت اموت موت كويسه يعني نفسي اروح اموت انا في بتوع الاطرس يديني 50000 لعيالي 100000 اروح اموت في مظاهرة خد لي 100000 خد لي معاش لعيالي انا عايز اعمل كده لو تعورت في اي حاجه كانوا يجوا يسالوا لما تعورت في قدر الخلاف حد يسالك يسالوك وقت بس وسياده الوزير جه بس وخلاص انا ما بلومش على سياده الوزير سياده الوزير هي اداني تليفونه الخصوصي معاك بس انا هقول له واحد يقول ما عنديش حلفز مبتدا دوت كوم